أنا حنين تركستاني، عمري 26 سنة، خريجة فنون إسلامية من جامعة الملك عبد العزيز. صراحة كان أفضل إنجاز لي في حياتي إني قررت أصير فريلانسر عشان أثبت لكل الناس اللي ما آمنوا بقدرتي مين أنا. ممكن في قليل من النساء في مجالي بالذات، لأنه مو كل الأهالي بيتقبلوا إنه بناتهم بيكونوا في دال المجال. أحب أقول لنفسي يوم ما كنت 10 سنين إنه وصلنا للحلم اللي كنا نبغاه وما خيب ظني في نفسي. النجاح اللي بوصل له كان بدايته شخمطة جاية من قلب، فجاء الوقت إنها هي توري الناس إنها هي قدها وإنها هي قوية. توحي إلهامي من الحياة، من حياتي، من حياة الناس اللي حواليني، الدنيا عامة. جمال المرأة مو هو السبب الوحيد لتألقها، خلينا نشوف أكثر في دوافعها، رغباتها، قدراتها، خلينا نسلط الأضواء على المرأة.